الزيارة اللي كانت من عند الرئيس يعني عبد المجيد تبون إلى روسيا يعني زادت مدة يعني صدى كبير، لأن العلاقات اللي كان ما بين الجزائر وروسيا هي علاقات قديمة نقدر نقولوا من وقت الثورة، ولكن احنا عندنا توجور يعني يعني بريمون العلاقات تاعنا الدبلوماسية هي محايدة، احنا ماناش نقولوا زعما احنا توجور عندنا محايدة، الدبلوماسية الجزائرية معروفة بهذا الشيء، لكن الظروف بعد يعني نقولوا بلي وسرى من الضربة تاع اوكرانيا ايتو صاب يدير موازين، يعني نقدروا نقولوا الدبلوماسية تبدلت كاع حتى الاتحاد الاوروبي، لهذا احنا واش نقولوا كجزائريين؟ نقولوا باللي العلاقات مع روسيا راح تمد صدى كبير اقتصاديا اجتماعيا، وكما يقولوا حتى يعني الرئيس يعني عبد المجيد تبون رحبوا به بواحد الطريقه دبلوماسيه، انا نقولها بكل صراحه، يعني نشوفوا الاستقبال وحتى يعني لغه الكلام اللي كانت يعني نقدر نقولوا لحقوا حتى الشراكه، لما لا لشراكه اللي راح تكون ان شاء الله كما يقولوا مع روسيا اللي هي يعني فريمون سيت اون بويسونس، يلفو دير احنا لازمنا علاقات مع هاد العباد، يعني فريمون البلدان اللي عندهم يعني فريمون لا تكنولوجي وعندهم بزاف صوالح، وحنا العلاقات يعني الحمد لله نقولوا نقدروا نقولوا باللي العلاقات من بكري حاجه مليحه، وثاني كاين حاجه نزيد نقولوها حتى روسيا يعني من بكري احنا وياهم يعني لا فيريتي هما يعني محايدين، وحاجه كاين بعض البلدان اللي ما عجبهمش الحال يا خويا احنا الحمد لله عندنا يعني فريمون دبلوماسيه صحيحه، ويعني الصدى زاد بان في هذه الزياره هذه اللي كاين بزاف اللي كانوا يهضروا ويقول لك كذا، يا خويا سي ان غرون بليزير نشوفوا يعني السجاده الحمراء يمشي فيها الرئيس، وهذه حاجه مليحه لينا وستحسب كما يقولوا افيك لو طون ستكتب لما لا في التاريخ. هذا البرنامج برعايه شركه بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس الجمال للكل. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.